السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايب قلبي يسعد لي وقتكم يا رب، بتمنى انكم تكونوا بخير. اليوم حاب احكي عن البولون بلوا، بدي احكي بالضبط عن التحديث الشهري اللي نحن بنعمله بالبولون بلوا للناس يلي عم تشتغل وما زالت عم تشتغل، للناس يلي كانت عم تشتغل وقعدت بسبب كورونا ورح ترجع على شغلها، يعني العقد ما خلص معها بس قعدت مؤقتا، اخذت شوماج مؤقت، وللناس يلي ما عم تشتغل ابدا. اول شيء بنفوت على جوجل وبنحط على بولم، بنحط على بولم بلوا او بنكتب بولم بلوا وبندخل على اول وحدة. هلا بنيجي لهون على الزاوية كونكسيون وبنفوت على هاي الحمراء اول وحدة، بعدين بيطلع عنا هيك. وهلا انا رح اكتب يعني وادخل على حسابي وبرجع لكم باذن الله. وهلا مثل ما انكم شايفين فتت على حسابي. نحن شغلتنا هون بهي ماكتواليزي، نضغط عليها. هلا هون، هلا اول شيء رح اشرح للناس يلي ما عم تشتغل ابدا، ما يعني نهائيا ما عم تشتغل وعم عايشه مثلا على اغاثه او اي مساعده تانية بس ما عم تشتغل. اول شيء بنحط نو، بيعملوا فاليدي وبتحطوا نو على كل الموجودين هون ما عدا اخر وحده. ادفو توجور على ريشيرش دان امبلوا، بتحطوا وي انه انتم دائما عم تدوروا على عمل. الباقي كله بتحطوا نو 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 نو، اخر واحدة بس بتحطوا عليها وي بتعملوا فاليدي. ولا حبايبي رح نحكي عن الصنف الثاني اللي هن الناس يلي عم يشتغلوا وما زالوا عم يشتغلوا. اول واحدة بتحطوا عليها نو بتعملوا فاليدي. هلا هون بنيجي بتحطوا على وي انه اشتغلتوا يعني الشهر الفائت، بتحطوا على وي. هلا هون بتحطوا عدد الساعات اللي اشتغلتوها بالشهر مو بالاسبوع او باليوم، اللي اشتغل عدد الساعات اللي اشتغلتوها طوال الشهر موجودة، بتلاقوها موجودة على البولتا دو سالير او يعني الورقة اللي بيعطوكم اياها اللي محطوط عليها الراتب، وبتحطوا هون عدد الساعات. هلا بنيجي لهون، هون هي هون اصل المشكلة عند العالم. اغلب الناس بتحط الراتب الصافي النت، بتحط الراتب اللي هو عم يجي على البنك اللي عم ينزل بالبنك يعني حساب البنكي. وهون الغلط، لازم ما تحطوا الراتب يلي بيجيكم على حساب البنكي، لازم تحطوا الراتب الاجمالي اللي بيكون موجود اسمه هذا بروت، بتحطوا البروت الراتب يلي بيكون موجود بالهذا بالورقة تبع السالير اللي بتيجي آخر الشهر أول الشهر عفوا. عرفت شلون إخواني؟ بتحطوا أنتوا قديش، مثلا أنا مثلا راتبي 2000 بغيت راتبي الإجمالي 2000، بس أنا بياخدوا للسيكوريتي سوسيال تبع الصحة وما صحة وتأمين وتقاعد ما بعرف شو، بيصلني أنا 1500 بس أنا بيحطوا لي إنه أنا بالبغيت، ما أنا بيطلع لي 2000 بس أنا وصلني 1500 ودفعت ضريبة ودفعت إلى آخره، فوصلني صافي 1500. فأنا شو بحط هون؟ ما بحط ال 1500 وانما بحط ال2000 لو انا اخذت 1500 بس. ضروري هذا الشيء لصالحكم طبعا، يعني هون كل ما زاد المبلغ افضل. لانه هلا شو بتصيروا انتو الناس اللي بتخربط وبتحط مثلا النت، بصيروا بيعطوها شوماج اخواني، بصير في الدولة بتعطيها شوماج، فانت بتاخذ شوماج، بصير البولون بلوا تاني يوم بيرجع بيطلب منك، بيبعت لك ورقة بيطلب منك انه نحن بعتنا لك شوماج عن طريق الخطأ، بتمنى انك انت ترجع لنا المبلغ. فبصير كل شهر بيطلع لك شوماج، بدك تروح على البنك وتعمل تحويلة بنكية للهي، وبينزل عند دوائر الدولة كلها انه انتو شو، انه انتو حصلتوا على شوماج. صدقوني ما بتعلقوا فيها وصعب كتير انكم تطلعوا منها، بتلاقيها نزلت بكل الوراق، بنزل بكل دوائر الدولة. بتروح على الكاف تعمل تصريح او بتروح على السكيورتي سوسيال بتعملوا تصريح عشان تجددوا مثلا كارت الفيتال وتجددوا السي ام او سي تبع التأمين الصحي الشامل، بيقول لكم انه انتم اخذين شوماج واخذين سالير بنفس الوقت، يعني شوماج وراتب، فانتم ما بيطلع لكم. صارت مع ناس كتير يعني بعرفها، وهذا كله بسبب انه حطوا بلا ما يحطوا راتب البغيت حطوا النت. ديروا بالكم منيح، انا يعني طولت شوي بهي النقطة بس هي كتير خطيرة وحساسة، بتمنى انه تخبروا بعض بهي الشغلة هي. طبعا انت هون بتحط نو نو، واخر وحدة انه انت دائما عم تدور على عمل بتحط لهم وي. ضروري مهم جدا انه انتو تحطوا انه انتو ما زلتوا طالبين عمل، انه انتو ما زلتوا عم تدوروا على عمل، والا بيطلعوكم البولون بلوا بيطلعوكم اذا انتو ما ضغطتوا على وي على هاي اخر وحده. انتو لو عم تشتغلوا بس لازم تحطوا على وي تحت اخر وحده، وبعدين بنعمل على فاليدي. ولا اخواني رح احكي عن الصنف الثالث اللي هن
اغلب اللي عم يشتغلوا واعين فيه اللي هو انه انا عم اشتغل وعقدي مستمر، بس وقفوني، سكر المحل اللي عم اشتغل فيه او سكر الشركه، سكرت الشركه اللي عم اشتغل فيها، ورح ترجع تفتح ب 11 الشهر مثلا، او رح ترجع تفتح بعد حاله الطوارئ مدى دول شهرين، رح ترجع تفتح بعد شهرين الى اخره. بس انا حاليا شوماج مؤقت، بتضغطوا على نو، بتختاروا نو وبتعملوا فاليدي. بنيجي لهون بتحطوا على وي، مارستوا نشاط او اشتغلتوا كذا بتحطوا على وي. هلا هو انتم ما اشتغلتوا بس لازم تحطوا عليها. هلا هون شو بنعمل؟ هلا انتم ما اشتغلتوا ابدا نهائيا، انتم شوماج مؤقت، هون ما بتحطوا شيء. ما لو قبضتوا الشوماج ما بتحطوا هون شيء ابدا، ديروا بالكم هون ما بتحطوا شيء ابدا. وبتجي لهون بتضغطوا على هاي وبتحطوا واحد بس، هاي هي هيك بتعملوا. شوفوا شلون اخواني بهذا الشكل، هذا اللي معه شوماج مؤقت وبده يرجع على شغله. انتوا صحيح ما اشتغلتوا بس لازم تحطوا اقل شيء ساعة، اقل شيء لازم تحطوا ساعة انه انتوا لساتكم مستمرين بالعقد العمل تبعكم. الراتب ما بتحطوا شيء لان انتوا صار عم تاخدوا شوماج، ما بتحطوا هون شو اخدتوا، شوماج مؤقت يعني، عرفت شلون؟ وبقى هون بتكفوا على نو نو نو، وتحطوا دائما على اخر وحدة مشان ما يطلعوكم من البول امبلوي، بتحطوه على وي حلو. وبعدين بتعملوا على فاليدي. عجبكم الفيديو تحطوا اعجاب وتشاركوا قناتي مع رفقاتكم، خلوا الناس كلها يعني تفوت وتستفاد. انا فتحت القناة مثل ما قلت لكم، فتحت القناة لحتى هيك بس انه مشان الثواب والاجر، اللي حابب يشارك بالثواب والاجر يشارك معي، ويشارك يعني يشارك رابط قناتي وتخلي الناس تفوت وتتفرج، وفعلوا زر الجرس ضروري، زر الجرس، لانه رح احكي على شغلات كثير مهمه بالكاف وبالبول امبلوا وبالام اس ا وكل الامور اللي انتم بدكم تعرفوا عنها. بتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.